تانيا اهلا بيكي، مستعده لمغامرتنا النهارده؟ مستعد. يلا بينا. مواصفات المغامر في الحياه عموما متوفره فيكي وبشكل كبير، وبما انك شخصيه مغامره في حياتك ورينا بقى روح المغامر هترد على اسئلتنا دي ولا لا. قلتي قبل كده ان دماغك ناشفه وعندك رد فعل سريع، تفتكري ده بينفع وقت المغامرات؟ طبعا بينفع طبعا، لانه هي المغامره عايزه رد فعل سريع وعايزه دماغ ناشفه. عايزه دماغ ناشفه طبعا، وانا دماغي ناشفه. لو كنت سوبر هيرو بيطير كان هيبقى اسمك ايه؟ سوبر هيرو بيطير، مبدئيا انا بحب الطيران جدا، يعني انا بحب الطياره اكتر مثلا مركب، يعني بحب الجو والسماء اكتر من البحر. انا بخاف من البحر لكن ما بخافش من السماء، فاحب ان انا اطير جدا. فبقى ايه؟ فلاينج انجل رانيا مثلا، حاجه كده. بالنسبه لك المغامره من غير ايه ما تبقاش مغامره؟ من غير متعه، من غير ما اكون اتعلمت منها حاجه، من غير جنان، وانا مجنونه جدا. يمكن ما بانش كده، انا بان هاديه خارجيا، داخليا لا، لسعة خالص. بحب المغامرات يعني، بحب الجنان، وبحب ان انا اتعلم طول الوقت. طيب رانيا، ايه مكان في مصر نفسك تروحي تعملي فيه مغامره؟ شرم الشيخ، بحب شرم الشيخ قوي. بحب اسوان قوي جدا، انا شايفه انها جنه ربنا في الارض يعني، اسوان. احب اعيش فيها كمان، يعني حلم حياتي ان انا اعيش في اسوان. طب سهل بالنسبه لك تسيبي القاهره وتروحي تعيشي في اسوان عادي؟ ما انا مغامره. صح. ايه المشكله؟ سهل على فكره، سهل، لان انا حابه البلد، حابه الناس، حابه الجو. انا بحب الجو الدافي، يعني الجو البارد ده مش بتاعي خالص. فبحب الحر والصيف والجو الدافي اكتر، فاسوان جوها حلو قوي. احنا دلوقتي خلصنا اسئلتنا، اخر حاجه هنعملها علشان نتاكد انك تستحقي تاشيره المغامر، هنعمل في اي تيست. اوكي. وبعد الفي اي تيست هنقول لك بقى تستاهلي المغامره ولا لا. يلا بينا. يلا بينا. شايفه جبال خضراء، وغالبا في بحيره تحتيه او جبل، مش عارفه، هيقلي جبل اخضر. يا عم ورني يا مامي. انا نازله سريع. انا ايه؟ لا، انا ايه نازله بسرعه الصاروخ؟ هي دماغي فين؟ فين الدوائر دي؟ يلا اوبا اوبا، ده في ايه؟ بومه دي اللي طايره قدامي دي ولا ايه؟ يمين يمين. يلا يا مامي. يلا يا مامي. لا استني استني، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. لا خلاص. بس خلاص كده، خلاص انا دخلت في خرمت الجبل. يا نهار اسود، انا بخبط. خلاص. رانيا، بعد الفي ار تيست اثبتت لنا ان انت مغامره مش سهله خالص وتستاهلي التجربه. طبعا رشقت 15 مره في الجبل. اوكي. لا ده مش معناه اي حاجه، معناه ان انت شاطره برضه. تمام عادي جدا. اوكي. احنا دلوقتي جاهزين نروح الطياره. اخر حاجه عايزين بس نعملها قبل ما نطلع على الطياره، عايزينك تسجلي فويس نوت لاي حد، بناتك، لنفسك. الفويس نوت دي احنا مش هنسمعها، انا هخرج بره عشان ما اسمعهاش، وهنسمعها ان شاء الله لما تنزلي من الطياره بالسلامه ان شاء الله. جاهزه؟ جاهزه. يلا. احنا دلوقتي في المطار، قولي لي بقى، لسه متحمسه؟ عارفه ان احنا في المطار خلاص، مفيش رجوع. لسه متحمسه؟ طيب. جدا متحمسه جدا، وخايفه جدا ومرعوبه جدا، وعايزه ارجع في كلامي. مفيش رجوع. قلت يا مفيش رجوع. خلاص تو ليت. طيب كان نفسك مين يبقى معاكي دلوقتي؟ كان نفسي بناتي يبقوا معايا جدا، لانهم اكتر ناس بيشجعوني على الجنان. وكان نفسي واحده صاحبتي عملتها مره، بس كنت عايزاها تعملها معايا انا عشان اجننها رسمي بقى. طب لو قلنا لك بقى تكلمي حد فيهم دلوقتي، تكلمي مين؟ هكلم صاحبتي اللي كان نفسي تبقى معايا. طب يلا كلميها بقى وعيشيها معانا كده الموضوع. طب يلا، بس خليها مفاجاه. يلا. الو. هاي. صباح الفل. صباح القشطه. ايه الاخبار؟ تمام. ايه الاخبار؟ جيت لسه صاحيه. حلو. انت عارفه انت صاحبتك طبعا مجنونه ولاسعه، انت عارفه انا هعمل ايه دلوقتي؟ هتعملي ايه يا مجنونه؟ ما انا عارفاكي وعارفه ما جايبك. قولي. هنط للمره الرابعه من الطياره. بتهزر؟ لا مش بهزر، بتكلم من جد. ركلكيت رابع مره. بتحرمي؟ لا مش بحرم، انا بحب اتشقى. برا اديني شويه من الباور دي. انا لا اهو هحاول هكسر حاجز الخوف اللي جوايا. كل ما احس بالخوف
كل فتره كده اروح رايحه نطم الطياره. عايزه اقول لك الفيو من شرم تحفه تحفه، يعني المكان تحفه بجد، بس انا بتراش وعايزه ارجع في كلامي، بس مش هرجع في كلامي. ويش مي لك، ويش مي لك. طبعا I wish you all the best يا حبيبي. Take care and enjoy. You too. Thank you. Thank you. Bye. I love you. Bye. 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 Bye.